بيت الأبطال أو في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مباراة انتهت بالتعادل هدف لهدف بين الفريقين. أحمد الجفيري بدر بتسجيل للاتحاد المنصير الثقة العاشرة، ويوسف هومرو عدل النتيجة للملعب التونسي دقيقة 44. مباراة شهدت إقصاء المدافع ريفواري في تشكيلة الاتحاد فابريس زيغي. صالح حمزالي مساعد مدرب الاتحاد المنصيري أكيد فرحان وراضي على نقطة التعادل للاتحاد أمام الملعب التونسي. عادل معناتها عبارة انتصار بالنسبة لنا، المرتبة الثانية استحفظنا على المرتبة متاعنا، شفتونا لآخر المباراة وإحنا نقاتلوا على البطولة، ومن بعد شفتونا في المرتبة الثانية الحمد لله. انتصار العزيمة، انتصار الروح، انتصار الشبان اللي شفتوهم بعشرة لاعبين في خروج زيجي بورقة حمراء، اللاعبين هذوما لآخر لحظة هم يقاتلوا، لأن تعرف قيمة الشبان هذوما، الكاليتين متاع الشبان هذوما. الحمد لله الجمهور اليوم اللي جانا الملعب خرج فرحان، صحيح نتيجة تعادل لكن تعادل في طعم الانتصار ضد فريق كبير زاد لازمنا نقولوا الملعب التونسي من أحسن الفرق التونسية، تلعب كرة ممتازة. كنا واعين للمباراة باش تكون صعيبة، كنا واعين بالملعب التونسي معناتها ما عنده ما يخسر، يحب يجي على ثلاث نقاط. بداية متاعنا كانت طيبة لكن من بعد وخرنا شوية في الشوط الأول، في الشوط الثاني الحقيقة الورقة الحمراء بعد فرتنا الأوراق شوية، لكن الملاعبية كانوا مركزين سواء في وسط الدفاع ولا في وسط الميدان. في آخر مباراة كنا نجم نسجل زود أهداف، نعرفوا الملعب التونسي باش يقدم الكل اللي يحب يسجل الهدف الثاني متاعه، خلينا المساحات. هذا كان صالح حمزالي مساعد مدرب الاتحاد المنصيري إلى مدرب الملعب التونسي حمد الدو اللي يحكي على كابوس، ماهوش يحكي على حلمة جمهور الملعب التونسي بتحقيق نتائج إيجابية. شنو هي الحكاية الإجابة من عند حمد الدو؟ كانت حلمة مزيانة، هي حلمة مزيانة بالحق، لكن والله ولا كيبوس. علاش كيبوس؟ على خاطر ما ثميش مبدأ تكافؤ الفرص. علاش ما نلعبوش؟ سؤال ماني، علاش ما نلعبوش الناس كل فرد نهار؟ تقول لي يربح ماتش يمشي لأفريق، أوكي متفاهمين، لكن علاش في البطولات العالم الكل نلعبوا في نفس التوقيت؟ اليوم مقابلة النادي الأفريقي ومقابلة النجم الرياضي الساحلي بدون رهان، علاش احنا اليوم مع المستير والاستاذ اسمه الترجي علاش ما نلعبوش في نفس التوقيت؟ وبعد لكل حادث حديث، وشفت اليوم حتى في المقابلة الفار اهو قص الضوء اهو رجع اهو الفار يمشي اهو كرويين. الشوط الاول فريق اتحاد المنصيري سجل هدف، مش سهل انك ترجع ضده، ورجعنا في اخر الشوط. الشوط الثاني رمينا بكل ثقلنا في المقابلة، كنا الهجوم حاولنا نسجلوا الهدف الثاني، المنافس كان يلعب على المرتدات ما سجلناش ما توفقناش. في مباريات البطولة نحكيه على الأمور الجانبية قبل الأمور الفنية، والمثال مباراة البارح بين الاتحاد المنصيري والملعب التونسي، انقطاع التيار الكهربائي، الفار يخدم بعد ما يخدمش، اعتراض للاتحاد المنصيري وآخر للملعب التونسي. تفاصيل اعتراض الاتحاد المنصيري اللي قدموا فيما يتعلق بإلغاء ضربة الجزاء، هيئة الاتحاد قالوا أن حكم المباراة يسري بوعلي لم يشر لسبب إلغاء ضربة الجزاء اللي صفرها البارح، ثم تراجع عن إعلانها، وكذلك لم يعلم الفريقين بعودة الفار للاشتغال. وبالنسبة لاعتراض الملعب التونسي، اعتراض على مشاركة يوسف الحرش لاعب الاتحاد المنصيري اللي كان يخذيه في وقت سابق ورقة حمراء مع الاتحاد في مباراة النخبة ضد النجم الرياضي الساحلي. البارح مباراة دون رهان، مباراة الكلاسيكو في ملعب رادس التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، واليوم 5:30 متاع العشية آخر مباراة ضمن مرحلة التتويج. اليوم في ملعب الطيب المهيري النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي، مباراة يديرها عامر شوشان وحكم الفار جلال السحبني. الترتيب قبل مباراة اليوم وبعد مباراة زوز مباريات البارح، الترجي 23 نقطة توج منذ الجولة الفارطة كبطل، المرتبة الثانية للاتحاد المنصيري 16 نقطة، الثالثة للملعب التونسي 13، الرابعة للسي اس اس 12 منقوص من مباراة اليوم، المرتبة الخامسة للنجم 10 نقاط، والمرتبة السادسة للنادي الافريقي براسي 9 نقاط. ألف مبروك لمستقبل سليمان ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد الانتصار البارح في زويتن ضمن مباراة البراج على مستقبل المرسى، هدف دون مقابل، هدف دقيقة 36 عن طريق صديق المجري من ضربة جزاء. محمد التلمساني مدرب مستقبل سليمان يتحدث بعد ضمن البقاء البارح.
التجربة الثانية مع سليمان، لأن موسم الفارض كنت تجربتي مع سليمان وفي ظروف ممكن أصعب من هذية، والحمد لله حققنا البقاء. الموسم هذية كما كنت نحكي مع الأخوين كنت في تجربة خارج الحدود الوطن، كي رجعت كلموني لإدارة النادي رغم أنه ظروف صعبة، ومتأكد أن فما عدة مدربين صعيب باش يقبل وضعية كي من هذية، لازمها برشا شجاعة. الحمد لله ما ترددتش وجيت جيت معناها مديت يد المساعدة للفريق هذايا، الفريق اللي عز عليا برشا. الحمد لله ربي وفقنا كما قلت وكما ديما نحكي، راهو خدمة كلها نهارين ولا ثلاثة أيام على المستوى الذهني على مستوى التحفيز. الحمد لله قمنا باللي نجم نقوم به، والحمد لله أهم شيء هو ضمان سليمان بقاءها في المكان الطبيعي متاعها إن شاء الله. على 90 دقيقة ما عادش فما فوارق فنية، ما عادش تحكي على فوارق فنية، تحكي على حضور ذهني، تحكي على أقل أخطاء. هذيك هي مباراة متاع كرة ثابتة، مباراة متاع خطأ، والحمد لله عرفنا كيفاش تحكموا في مجريات المباراة، وهذا أهم شيء. والحمد لله اليوم حققنا الهدف المطلوب. من مستقبل سليمان إلى مستقبل جابس، أيضا فريق صعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يعود للمرة السادسة في تاريخه للرابطة الأولى. مستقبل جابس البارح بفضل ضربات الجزاء يصعد للرابطة الأولى على حساب جندوبة الرياضية 8-7 بعد انتهاء المباراة في 90 دقيقة بالتعادل دون أهداف. وهذا لطفي جبالي مدرب مستقبل جابس يتحدث بعد الصعود للرابطة الأولى. الملاعبية ناس كل فرحة كبيرة، إن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله كيف في القادم المواسم يكونوا معناتها في الرابطة الأولى، يعطوا معناتها جمعية بيها وجمعية تكون معناتها تبقى في الرابطة الأولى وتستحق. هذه تعرف ستريس تاع بيرنتيات وستريس تاع الماتش وستريس تاع باراز زادة كيف فريمون. قلت علاش قلت لك اليوم كنت ممكن أكثر أموشن كبيرة برشا، إن شاء الله معناتها ما كنتش تعديت في نطاق معناتها الروح الرياضية، ما عملت حتى شيء معناتها مي كومام. مبروك لينا خاطر الأولاد هذوما يستحقوا، والجمعية هذه تستحق تكون في الرابطة الأولى. من مباريات البطولة إلى مباريات الكأس، ربع نهائي كأس تونس، البداية يوم غد النادي البنزرتي الأربعة يستضيف سبورتينغ بن عروس، نهار السبت أولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، نهار الأحد الأربعة النجم الرياضي الساحلي يستضيف الملعب التونسي، والسبعة متاع العشية الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي. إلى كرة السلة، نهائي البطولة اليوم تتلعب المباراة الثانية ضمن سلسلة النهائي في قاعة مزار المنستير 6 متاع العشية، مباراة الثانية بين الاتحاد المنستيري ونادي الإفريقي بعد مواجهة أولى انتهت للاتحاد في المباراة الأولى 83-72. بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية المقامة بالصين، منتخبنا البارح انهزم ضد المنتخب الإسباني 2 دون مقابل، رغم الهزيمة منتخبنا الوطني التونسي تأهل إلى الدور الرئيسي. دائما مع كرة اليد، بطولة العالم للمستويات في مقدونيا، البارح منتخبنا انهزم ضد سويسرا 34-26، واليوم المباراة الثانية 10:15 متاع الصباح ضد المنتخب المصري. كمل بالتنس، بطولة برلين للسيدات، أون جابر تواجه اليوم في ثمن النهائي التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 28 عالميا. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء. تسمعوا معنا اليوم قضية رأي عام.